قررنا نحن النقيب بشير خيري الإفراج عن الخواجة وجمهور نادي الزمالك وذلك بضمان محل إقامتهم. ميس 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 رجالة يا باشا باين عليك زملكاوي ومتعصب كمان. ايوه باين بشير باشا. طب واحنا مالناش ذنب يا باشا، احنا مالناش ذنب. متعب هو اللي عمل فيكوا كده يا باشا، واد متعب المجرم ابو هد ده ولا ابو تريكه بقى؟ ابو تريكه ده معلم معلم. عارف يا باشا ابو تريكه ده المفروض يبقى ظابط. انت بتتنطط يالا ليه يا باشا؟ ما انا واقف ثابت قدامك اهو. طب ايه رايك انا مش هخرجك من هنا لحد ما تقلب زملكاوي. مين؟ زملكاوي. يبقى انا معاك يا باشا بقى لغايه ما تبقى لواء بعون الله. رجب خش صاحبك عني، انا عايز هيفاء وهبي. للاسف الحاله كل شويه بتسوء ولازم تسافر في خلال اسبوع والا عرضت حياتها للخطر. على اذنك. ليه ما قلتيش ان امك مفروض تسافر تتعالج بره؟ هيفيد باني اقول لك ولا ما اقولكش؟ ما كنتش عايزه ادوش حد بمشاكلي. مش جايز الحد ده يكون عنده حل لمشاكلك؟ احساس زباله قوي انك تقف عاجز قدام اي حد بتحبه وما تبقاش عارف تعمل له حاجه. انت بتعمل معايا كل ده ليه؟ مش عارف بس عشان والله ما اعرف، بس حاسس ان انا مبسوط. انا عمري ما حد موقف جنبي يا رضا. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطرك، عشان انت بنت جدع. انا بقدر احساسك قوي يا رضا، بس معلش خليني اجرب مره تانية مع عمي. هتحاولي امتى؟ بكرة. أنا ماليش أي صلة بيكي، أنا معرفتيش وحاولت تيجي هنا أو أمك اتصلت بيا وحاولت تيجي أنا هبلغ عنك البوليس. فاهمة ولا مش فاهمة؟ يا فندم مفيش يا فندم، مش عايز أسمع صوتك، ما تعتبنيش هنا تاني أبدا. والله يا ماما. وأنت ليكي كام عنده صحيح؟ نص مليون. نص مليون؟ هو اسمه إيه يا عمك ده؟ أونكل عتمان. أونكل باتمان؟ عتمان. أنا بهزر معاكي عشان تضحكي. طب انا هشغلك حاجه تفرفشك. ها معلش يا رضا انا مش في مود اسمع حاجه دلوقتي خالص. نجيب لها منين 500000 جنيه؟ انا في دماغي حاجه معينه كده لو عملناها هتخلي ال 250000 جنيه بتوعكم 750000 جنيه. هندي لندى ال 500000 جنيه اللي هي عايزاهم وال 250000 جنيه بتوعكم هيفضلوا زي ما هم. ازاي بقى يا بومبو ازاي؟ انا في دماغي خطه معينه كده بجمع عنها معلومات دلوقتي، فاضل كام حاجه بسيطه كده اول ما هوصل لها هقول لكم على طول. المهم بس دلوقتي قرروا انتوا ناويين تساعدوها ولا لا؟ رغي كتير رغي كتير رغي كتير قوي ده. انا عندي فكره حلوه جدا، احنا نعمل طصه. معاك كوين؟ معايا يا فن. نو ها شت 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 ويرز ماي كوين. يا عم الدولاب ده هتشبهنا حشيش. رودنك لو ملك اذا مش هنساعدها. بص هنساعدها يعني مش انا كنت متاكد والله يا برنس ان قلبك كبير. عارف الفلوس لو نقصت يا بومبو البومبو ده هيعمل فيك ايه؟
هيشلوحك. الكلام اللي هقوله لكم ده لازم يتنفذ بالحرف الواحد، يا اما كلنا هنخش السجن. دي شركة إكسبريس لتحويل الأموال بتاعت عند ندى اللي نصب عليها. البرنس هيعدي على ندى في الكافيه ويديها 250 ألف جنيه طاقة ويقول لها تطلع على أي بنك وتعمل تحويل بالفلوس دي من البنك لشركة عمان. التحويل ده هيكون باسم رضا هندي البنهام. البرنس هيطلع على فرع الشركة في المطار وأنا هطلع على فرع الشركة اللي في وسط البلد. أما أنت يا بيبو هتطلع على فرع الشركة اللي في الهرم. أول ما تيجي الساعة 9 بالظبط لازم نكون واقفين قدام الشبابيك. أهم حاجة في ده كله إن محدش فينا يسبق التاني، لا ثانية قدام ولا ثانية ورا. رضا هندي البنهاوي. أنا هقدم البطاقة الأصلية وبيبو والبرنس هيقدموا البطاقة البدل فائد اللي طلعناه. إحنا بقى هنروح نسحب التحويل اللي عملته ندى بالفلوس، بس هنسحبه ثلاث كاميرات. خلي بالكم لازم نكون سامعين بعض كويس في السماعات، الكلام هيبقى محسوب بالشعر، الثانية هتفرق. احنا التلاتة لازم نصرف الفلوس في نفس التوقيت علشان الكمبيوتر ما يلحقش يسجل السحب. بكده الفلوس هتبقى اتضربت في تلاتة، يعني هيبقى معانا 750 ألف جنيه. اتصرف ندى عليا، رميت الفلوس وجريت عشان جبان. يا برنس مش وقت خناق دلوقتي، اللي حصل حصل. احنا دلوقتي معانا نص مليون جنيه، هنعمل ايه؟ هنديهم كلهم لندى ولا ناخد الربع مليون بتوعنا الاول ونديها اللي فاضل ونقول لها ده اللي عرفنا نجيبه وخلاص؟ انا بجد مش عارفه اقول لك ايه اللي انت عملته معايا. ان شاء الله اول ما ارجع من لندن هرجع لك النص مليون جنيه. حتى لو ما رجعتهمش مهم انك تيجي بالسلامة وامك تخف. يلا يلا عشان اتأخرت على امك. باي باي. باي باي. ندى يا بومبو. بومبو يا بومبو يا بومبو. و معلم كبير، هو انت هتطولي هناك ولا ايه؟ هيوحشني جنانك يا رضا. اوعدك ترجعي تلاقي ناس خم الاول. سريع كده ها؟ يعني امك تخف وترجعي فورا. كورنوتو صديقو. تروحي تيجي بالسلامة. الله يسلمك. باي. باي باي. ندى. عايز اقول لك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. امشي بقى ولا هتناديني مره رابعه؟ لا خلاص مفيش مره رابعه، تروحي وتيجي بالسلامه. خدي بالك من نفسك ها، وانت كمان خد بالك من نفسك. باي باي. باي باي.
ناديه، ايه يا حبيبتي المكان الضايع ده؟ وليه كاتبه لي في الجواب ان احنا اتكشفنا وان الموبايلات متراقبه ومفيش داعي نتكلم عليها تاني؟ في ايه؟ انا ما كتبتلكش جوابات، انا جالي جواب زي زيك بالظبط. هو في ايه؟ تعال نمشي من هنا بسرعه. رضا، مفاجاه مش كده؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ناديه؟ ازيك يا دكتور؟ رضا، انا رضا. بس يا ترى بقى انهي رضا فيه؟ ها ها دكتور، انهي رضا؟ جهز القلم ده يعرفك انا انهي رضا بالظبط. سمسم بلاش تهور، اللي في ايدك ده ممكن يعمل مصيبه. خد نفس عميق. انا مش سمسم. شفت بقى انك حمار؟ انت فاهم ان انت لما تقفل العياده انا مش عارف اوصل لك انت وهي؟ كده انا عارفه ان انا غلطت، انا مش هدافع عن نفسي، انا مش هقول انا ماليش ذنب. انا فعلا ضحكت عليكم، بس انتوا كمان. احنا ايه؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ ها؟ حكيم غوري دي الضحيه الرابعه؟ عمك، عمك جه. حاج مغاوري، مفيش هنا الحاج مغاوري عثمان بيه. حاج مغاوري ده انا بعتهولك على انه سمسار عشان يفرجك المكان ده، بس الحقيقه انا عايز كنت افرجك حاجه تانية خالص. اتفضل دكتور سليمان. ايه اللي جاب البت دي هنا؟ انا لسه دلوقتي بس فاهم الحقيقه يا عثمان بيه. الولد ده من صاحب البنت دي، وهما الاثنين اللي ورا الحكايه بتاعت المدام اللي بتدعي ان البنت دي بنتك، والاثنين بقى مظبطين سوا عشان يبتزوا حضرتك. انا مش انا زي بالظبط، مش فاهم هما جابوني هنا ليه. ده ابو وسخ، رضا بيتعالج عند الدكتور ده زي ما انا بتعالج بالظبط. هو الراجل ده استغلنا احنا الاثنين واستعملنا عشان ننصب عليك. اقسم بالله العظيم هي دي الحقيقه. اوعى انت كدابه. اه انا افتكرتك، انت جيت معاها يوم هي ما جاتني الشركه وكنت قاعد مستنيها بره. يا ايه اللي عملته ده يا مجنون انت؟ وهقتلك، هقتلك وهقتلك. فين الفلوس؟ معرفش الفلوس معاها هي. انا ما انكرش ان انا كنت ناوي اقسم معاها، لكن والله العظيم ثلاثة ما خدت منها مليم لسه. مو عليك يا كداب يا ابن الكلب. بيبي يبقى هقتلك. ليه؟ هقتلك. فين الفلوس؟ استنى هقتلك ومحدش هيقدر يقول اي حاجه ولا هيعرف اي حاجه. اصل انا في الاسم بعمل بطاقه في الاسم، فازاي بقى قتلتك وفي نفس الوقت في الاسم؟ ما انت عارف الطريقه زي ما سمسم كان بيحكي لك. شفت بقى في الفلوس. ما تضيعش نفسك يا رضا، ما تضيعش نفسك. بلاش، مش عشان الحاجه، عشان الفلوس. ارجوك يا فستان. رضا اقف مكانك. اقول لك انا بقى على الخطه الاحلى. مختل عقليا يتآمر مع فتاه طائشه للاستيلاء على اموال الراجل الغلبان ده. حلوه قوي. بس انت جبان ومش هتقدر. اضرب. اقف يا رضا، اضرب. اقف يا رضا، هضربك. اضرب. طلعت شجاع والله يا دكتور، والله طلعت شجاع. كنتش اعرف، بس غبي. عشان المسدس ده ما كانش فيه غير طلقه واحده. اللي انت قتلت بيها الراجل الغلبان ده؟ نعم. ما نسيت اقول لك، اصلي ان انا ببلغ عنك في الاسم انك قتلت واحد. مسدس ملوش ترخيص. دكتور نصاب وراجل صاحب شركه اموال ومكان مهجور ما فيهوش صريخ ابن يومين، جريمة زي الفل متقفلة. عارف اللي خرجك منها ايه؟ انك تثبت ان احنا تلاتة. بس انا عندي الشرايط. انا اخدت كل الشرايط اللي في العيادة.
مبروك عليك. شكرا على بظمتك اللي على المسدس. رضا رضا. آه صح صح. انا اسف نسيت اقول لك حاجه كمان. حقيقي انا متشكر قوي. اهو دكتور سليمان. عشان انت حقيقي عالجتني. رضا اللي اتصلح ممكن يكسر يا رضا، احنا ممكن نوصل لحلول وسط على فكره يا رضا. أنسة نادية، أنت لازم تتكلمي. أنت متهمة أنت والدكتور سليمان بقتل عثمان محمد أحمد. والله العظيم أنا ما قتلت حد. سليمان هو السبب في كل حاجة. وأنت علاقتك بسليمان إيه؟ في الأول كنت بروح له عشان أتعالج من الاكتئاب. بعد ما مات أول واحد بحبه في حياتي. كل اللي أقدر أقوله إن الشيطان شاطر يا باشا. بصراحة أنا أول ما شفتها عجبتني. فقعدت أشغل فيها لحد ما جات لي في يوم من الأيام وقالت لي I love you، فلقيتني بقول لها I love you too. بعد كده عرفت إن هو بيستغلني في النصب على المرضى بتوعه. حاولت أنهي علاقة كتير قوي معرفتش. وعلاقة عثمان بالموضوع ده؟ هو كمان كان بيتعالج عندي، وفي مرة جالي وهو متوتر من موضوع معين. دكتور الست دي عرفها من 20 سنة أيام ما كان فرعنا الرئيسي في اسكندرية، وأنا متأكد لا يمكن أكون مخالف في الست دي. الست دي كدابة. البنت اللي بتدعي إنها بنتك دي أنت شفتها قبل كده؟ طبعا ما شفتهاش ولا ناوي أشوفها، لأن أنا لو شفتها هتثبت التهم عليا. سليم عندها كام سنة تقريبا البنت دي؟ بتقول إن عندها 25 سنة. البنت دي اسمها إيه؟ نادى. سليمان هو اللي خطط الموضوع ده كله من تقطع لسلام عليكم. والله أنا لقيت قدامي ثلاث توائم نصابين، بس محتاجين لدماغ توجههم صح. هو اللي خلاني إزاي أعرف أسحبهم واحد ورا التاني بعد ما سمعني شرايط اللي سجلها لسمسم. كان كل هدفي إن التلاتة يحبوا نفس البنت، لأن دي الحاجة اللي هتخليهم يعملوا أي شيء في الدنيا عشان يساعدوها. لما خبطت سمسم بالعربية كنت مستنية مكالمة من سليمان عشان أتحرك من الكافيه. أيوة حبيبتي. بقول لك ايه، هو نازل دلوقتي، يعني ربع ساعه بكتير. اوعي تموتيه. وبعد كده سرقت المحفظه من جيب جاكيت سمسم. كان لازم اعمل حاجه تخوفه عشان ما يجيش تاني لاني عارفه انه جبان. وده اللي حصل فعلا. وبعت البرنس، ولما جه البرنس اديته بروشور الكوره عشان يبعت بيه. يا فندم انا ممكن اكون اتشقيت كتير وعملت بلاوي كتير، بس والله 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 ما قتلت حد. يا ناديه الكلام ده مش هيفيدك، لا انت ولا الدكتور سليمان بتاعك. تحرياتنا بتؤكد ان مفيش غير رضا هندي البنهاوي واحد. ايوه يا فندم، لان ثلاثة متسجلين باسم واحد. وفين فلوس عثمان؟ كل حاجه مع سليمان. كدابه يا باشا. يا دكتور ناديه اعترفت عليك بكل حاجه. هتقول الفلوس فين ولا نخليك تقول بمعرفتنا؟ لا في الحالة دي يا باشا الفلوس في الحفظ والصون. أي حد بس من طرف سعادتك يوصل للحاجة ويقول لها الدكتور بيقولك عاوز المصلحة. طب امضي هنا اتعشم، يعني ما يكونش موقفي في القضية سيء. امضي. اقعد اقعد، راجع لك تاني. أنا متشكر أوي يا دكتور سليمان على اللي أنت عملته معايا. بيقولوا إن الغبي هو اللي بيتعامل مع الناس على إنهم أغبياء. أحب أقول لك إن أنت الغبي ده. آه صحيح. عايز أشكرك كمان على التوكيل العام بالبيع والشراء اللي أنت مضيت عليه من غير ما تاخد بالك. يا غبي.
يا ولاد اللذينة. بيبي انت كده فهماني غلط على فكرة. يا بيبي ملناش الا بعض، دول قلبونا في كل حاجة حتى العربيات. يا بيبي حسبي الله ونعم.